خلينا نبلش من وين بدك تبلش، من السعوديه اللبنانيه ولا من السعوديه الايرانيه؟ وهن مرتبطين يعني. انا بحب اقول يعني اريد ان اسلط الضوء على مساله بسيطه ست سمر. اولا يعني انا اراقب الى اين تذهب السعوديه منذ سنوات. بالاونه الاخيره فقط جرى توقيع على الاقل بعد الايراني الاتفاق اللي حصل في الصين، وانا برايي انه الصين لعبت دور مهم جدا وذكي جدا، وقبول السعودي بانه الصين تكون الوسيط كمان لعب دور ذكي جدا باستجلاب او استعاده الامريكي بشروطه هو وليس بشروط الامريكي. اللي حصل انه بالاونه الاخيره صار في توقيع اتفاقيه مهمه جدا بين الامريكي وبين السعودي، اللي هي حصلت عمليا بنيو دلهي مع الهند وغيرها. طيب انت عم تحكي عن، وهون لانه كثير مهم، عم نحكي عن خط سكك حديد ونقل نفط وهيدروجين وتقنيات تكنولوجيه بتبدا من الهند تمر ببحر العرب تصل الى السعوديه الى الامارات اولا ثم الى السعوديه، من السعوديه الى الاردن، من الاردن الى اسرائيل، من اسرائيل الى اوروبا. عم نحكي عن خطوط يعني توفر تقريبا 40% من التكاليف التي كانت تدفعها مثلا الهند سابقا لكي تصل الى اوروبا او تصل الى افريقيا. طيب حين تتحدثين عن مناخ من هذا النوع يضم كل هذه الدول، في مسألتين تثيران الانتباه. المسألة الأولى أنه ضخامة هالمشروع اللي هو يدخل كمان في إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي سبق وتم التوقيع عنها، والثاني استبعاد دول مثلا مثل لبنان أو إيران. طب إيران مفهوم لأنه بسبب الخلاف مع الأمريكي وكذا، رغم أنه الآن يمكن نحكي عنه في عودة للتفاوض. هذا المشروع عم تحكي فقط الأوروبي سيدفع به بحدود 300 مليار دولار عمليا. طيب هو شو الهدف؟ الهدف انه طبعا تسهيل طرق العبور وما الى ذلك، وهيك. وفي هدف ثاني ترسيخ الوجود الاسرائيلي كنقطه وغير هيك، يعني عم ياخذ دور الاسرائيلي، صار عم ياخذ دور بيروت همزه توصل الشرق الغرب. انا مشان هيك بدي اوصل لهالمساله. غير هيك عندك كمان هذا الخط مقابل الحزام والطريق، المشروع الصيني الهائل الذي تقدم بشكل كبير على المنطقة. يعني خلينا نعطي أرقام بسيطة، مثلا التبادل التجاري بين الصين والسعودية بآخر 5 سنوات تقريبا قارب 500 مليار دولار. يعني عمليا 100 مليار تقريبا، من 80 ل 100 مليار تقريبا في العام، وآخر عام العام الماضي بتصور قطعوا ال 100 مليار. ال 500 مليار دولار عمليا هو حجم التبادل بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 10 سنوات. يعني عمليا الصين تخطت وصارت السعودية الشريك الأول للصين في المنطقة، وصارت الصين هي الشريك الأول للدول العربية عالميا عمليا. طيب هذا شو خلى الأمريكي يفكر أنه عنده مسألتين أو 3 مسائل أساسية؟ أولا، هل تخرج هذه الدول من نطاقه عمليا، خصوصا وقت بلش يصعد ضد السعودي وأنا هذه دولة منبوذة وما إلى ذلك. بالنهاية عاد وعمل اتفاقات مع السعودية بعدما تبين له أنه بالكباش كمان السعودي عنده مراكز قوة أساسية. يعني ثم عمل السعودي مع الهند، عم نحكي بالعام الماضي فقط تقريبا 42 مليار دولار تبادل بين الهند والسعودية. أنا ليش عم بحكي عن هالمسائل وهلأ بنحكي عن موضوع إسرائيل؟ لبنان شو بيشكل بكل هذه إذا بدك المشاريع الكبرى، خصوصا أنه السعودي من البريكس إلى قمة العشرين عمليا تقدم دوره إلى المصاف الدول الكبرى عمليا، وهو بالسنوات الأخيرة كان الدولة الأكثر نموا بين كل هذه الدول. لبنان ماذا يشكل؟ يعني لبنان بكل تركيبته عمليا، نحن ما بنطلع حي بالصين وما بنطلع نصف حي بالهند بالمصالح الكبرى. لما ببلشوا يحكوا لك بلبنان انه نحن بكره المصارف اللبنانيه هي اساس وبده يرجع المال الخليجي لعنا، يا اخي صرنا بمكان اخر. لبنان مثل ما حكي احد الدبلوماسيين مصرف اخترع دوله باخر 60-70 سنة، راح المصرف راحت الدوله عمليا، صار مركز المال في مكان اخر. صحيح. طيب حين تذهبين الى هذا الاتجاه عمليا خطوط كبرى في المنطقه ولبنان يستبعد عنها وسوريا مطوقه. السوري ذهب باتجاه الصين، واعلن الرئيس الصيني مش الرئيس السوري علاقه استراتيجيه بين البلدين، وبتفاصيل الكلام إذا تبعتيه يقول نحن سنساعد سوريا في كل المجالات لإعادة الإعمار وبناء الدولة
وإعادة وحدة سوريا وعدم التدخل الخارجي وما إلى ذلك. كمان هون عم نروح على منظومة أخرى في المنطقة عند حدودنا. طيب لبنان بالنسبة للسعودي، أنا تقديري الشخصي يعني بناء على اللي عم بقرأ، أساسي إذا كان جزء من مشروع النمو في المنطقة وغير أساسي بالمعنى السياسي. يعني خلينا نروح على نوع على البزنس اللي جاي بالعالم المقبل. ليش؟ لما بيحكي الأمير محمد بآخر لقاء مع فوكس نيوز، إذا عم طول قطعين ده مستمتعة بحديثك. إذا لاحظنا شو حكي الأمير محمد بن سلمان لفوكس، يقول أنا إذا لازم نروح على هالمشاريع في المنطقة وكذا من أجل الاستقرار والهدوء، وأريد أن تتقدم الدول، أن يتقدم اليمن، وذكر أن يتقدم العراق ولبنان وإيران، مش هيك؟ هون يعني ما لم يستبعد لبنان عمليا من مشروعه، صحيح. ولكن لازم نبلش نفكر نحن كلبنانيين أنه السعودي ينظر إلى لبنان في إطار مشروع في المنطقة، هل لبنان بيركب بهذا المشروع ولا ما بيركب عمليا؟ هيدي واحد. اثنين، انه ما عاد توجد مصالح سعودية كبرى مثل ما كان في السابق، انه لبنان المصرف ولبنان السياحة. طيب خذ السياحة فقط، وهو اعلن بالمقابلة السياحة انتقلت عمليا من 3% من الميزانية الداخلية للسعودية الى 7%. بالعام الماضي كان عندهم 40 مليون زائر، هلأ هو يراهن على 100 إلى 150 مليون زائر. يعني صارت بين الدول هي الأولى بالشرق الأوسط بعدد زوار، طبعا في الحج وغيره، صحيح. وهي صارت العاشرة على مستوى العالم باستقبال السياح. ليش؟ لأنه حصل تغييرات داخلية كبرى وما إلى ذلك. من شان هيك أنا بقول أنه اللبنانيين إذا بدنا نضل نفكر أنه السعودي عم بيفكر مين رئيس الجمهورية وليش رئيس الجمهورية، ومتمسكين هل بيجي سليمان فرنجية ولا جوزيف عون، مش صحيح. آخر اهتمام بتكوني مش شايفة السعودي كيف عم بيفكر على مستوى المنطقة، إن كان على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو حتى السياسي. طب بالسياسي لما سئل، وهون يعني مثل العادي في بعض الإعلام بياخد جملة وبيصير بيبني عليها، أنه قال الأمير محمد بن سلمان أنه أنا ذاهب للتطبيع، موضوع قريب للتطبيع، وصلنا عليه. خلينا نشوف السؤال والجواب كيف طرح من فوكس، لأنه أن تأتي فوكس وتجري حوارا مع الأمير محمد وأن تمهد للحوار بمديح بالأمير محمد، ويقول له الصحافي، وهي مش من طبع الأمريكان، يعني يقول له أنا ذهبت وعشت في السعودية 3-4 أيام وقابلت المسؤولين وهني بحبوك وهني شايفين أنه التقدم عم يحصل، وبيسألوا عن قصة الاقتصاد وعن قصة بعض الناس اللي تم اعتقالهم، والأمير محمد يقول أنا آسف وهي القوانين نحن عم نغيرها وهيك، بيسألوا عن قصة الخاشقجي وينهي الموضوع، وكأنه في القول أنه هاي المقابلة هي تمهيد لما بعد المقابلة.